مشاهد قناة نيشان الآن مباشرة من الدار البيضاء، بالضبط من محطة التاكسيات بالدار البيضاء. كان يعني أصحاب التاكسيات يعانون من الأماكن ديالهم اللي كيحطوا اللي تركنوا فيهم السيارات، يعني كيعانون. وانتم على المباشر الديباناج اللي تهز لينا هاد السيارات باش يخليونا فين تخدموا على راحتنا. ما احنا كمنظمين ما لقيناش فين، احنا كمنظمين ما لقيناش فين بلاصي سيارات الاجره. تتولي فوضى كبيره، تتولي في الشارع، والشارع دواز غادي جاي، الطوموبيلات غادي جايين، والكاميرات هنايا، والناس تتبلوكا الطريق. شي يديرها تيديروا هاد البارتيكيلي، هاد الطوموبيلات العاديين ما تيخلوناش من بلاصه الطاكسيات. مع العلم ان كاين اماكن مخصصه لهاد، كاينين اماكن، كاينين ها هو البياج، كاينين البلايص ديال البلايص اللي غي بلاصيو فيهم الطوموبيلات ويخلصوا البياج ديالهم، وما عندناش. تيجيو هنايا الممر اللي خاص بالطاكسيات و تيديروا لنا، تيديروا نزاع. يوميا كنعانيو هادشي يوميا، خليه كيف كيف، راه يوميا. لا احنا يوميا كنعانيو من هادشي كامل، راه يوم كان انا وهاد السي عثمان هناك، احنا منظمين ديال سيارات الاجره، يوميا كنعانيو هاد المشكل ديال هاد الساسينمون ديال هاد السيارات. كما قالك السي عثمان، كنقولوا احنا كنعيطوا على المسؤولين، كيقول لك احنا جايين كيسيطوا السياره، السياره ما ديك اللي كتهز المقطره اللي كتهز السيارات ما كتهزش تجي، هادشي اوتوماتيك خصو سياره خاصه. والزبناء ما كيتحملوش ديك الكلمه اللي كنقول لهم ديرها ديال الطاكسي، كيقول لك وانا فين غنبلاصي. بالعلم عندنا احنا هنايا ذوك لي بانو، لي بانو خاصين بالطاكسي. واش هاد صحاب السيارات هادو واش من لا لا ماشي الساكنه، ماشي الساكنه، لا لا عام الراجلين. حنا يكون اللي ما كان ما يكون احترم، حنا احترمنا القاعه، احترم على لي بانو. عندكم البانو، ها بانو، ها بانو، راه بانو الاخر، راه عندنا حتى اللي عاوتاني. ها انت كتشوف دابا حاليا، انت كتشوف هاد الناس، ها هما السيارات واقفين، هما دابا واقفين دابا اربع سيارات، اربع سيارات فوق الطاكسيات دابا. راه يوميا كنعاني مني تينوض الغوت والكاميرات، تينوضوا السلطات تيعيطوا لنا على الازعاج اللي في القاعه ديال طار السبتي، اللي من العلم تنقول لهم راه هنايا راه كاينه فوضى ديال هاد السيارات اللي واقفين فين غنبلاصيو. ولكن انا تحيه كبيره للامن الوطني اللي انا راني عيطت لهم دابا، قال لك راه عندهم شي تدخل. انا تنعطيهم تحيه كبيره للامن الوطني اللي تيجيو تيحيدوا لنا هادشي. غير هما دابا من عيطنا لهم قال كاين حتى تدخل، احنا غنجيو. ولكن هاد الناس هادو الله يهديهم ما باغينش، ما بغاوش يهديهم، ما بغاوش يديروا معنا القانون. تجيه بيزار تيقول لك علاش انا غنحيد، ما عنديش من بلاصتي. لا غتحترمني، راه خاص بالطاكسيات، راه خاصها بالطاكسي، ما خاصش بالبارتي، باش ما تكونش فوضى في الشارع. وانت ها انت شو الشارع غادي جاي، خاصو يبقى بحالك خاوي، الشارع راه خاصو يبقى خاوي. الا وقف طاكسي هنا، وقف طاكسي هنا، تسدى الطريق، تسدى الطريق. هذه هي رسالتي لجميع السلطات، تحيه لك. كما كتشاهدون مشاهد قناة نيشان الآن، هذا تصريح ديال أصحاب السيارات الأجرة. كما كتشاهدون السيارات مركنة في أماكن ديال السيارات الأجرة، كما كتشاهدون دور البلاي ديالهم. كذلك مجموعة من المناطق، أما المدارس الخصوصية بالخصوص أو بعض المخرجات أو هنا، كتشوفوا بنادم أو دارس كما كتشاهدوا مشاهدينا، ربما سيارة الأجرة هي جات المكان ديالها اللي كت يعني المحطة، تلقوا مشاكل. مشاهدينا قناة نيشان الآن، نكتفي بهذا البث المباشر للقاء.